فانت هذا وذاك عطنا قال عليها الدكتور باهي ايش معنى اي في فلويد؟ لان بجديات انتم بتتكلموا على شك وتخشوا في فلويد، تتكلموا على واحد بتصيموه العمليات بتقول اي في فلويد بوتاسيوم كلور مغنيسيوم كالسيوم فوسفيت كربوهيدرات بروتين كالوري يعني انرجي لما كلهم تبي تحفظ الكوارمت الطبيعي بتاعهم حاطينها في المدسن هذا بالله نسيناهم بح كانت لخبطة القيم قولي مش القيم والأخلاق وجودة لا قيم الاختلافات هي كالسيوم مغنيسيوم فوسفيت لا تسرح داش عينك هذاك ما خدتوهاش خلوه علي انا علي ما نحكيش على النورمال فاليو عليكم حافظين الصوديوم 145 البوتاسيوم 3.5 ل 4.5 او 5 الكلور لا ما نبيش نبي قديش النورمال ريكويرمنت حس الحكايه في حفظ فقال خلينا ناخذ قهوتي مولا فوسفيت باهي بروتين كربوهيدرات انرجي قداش كالوري تحتاج في اليوم المية في اليوم قداش تحتاج تعرفوا كلام هذا صق عليك اسمعني شوي هيك تحتاج من الصوديوم يوميا باهي 1 ملي مول بير كي جي بير دي هذا احتياجك اليومي للصوديوم ساعدتكم والله احتياجك اليومي من الصوديوم 1 ملي مول بير كي جي محمد 1 ملي مول بير كي جي بير دي لا فخر اعطيه محمد اسمك محمد انت يدلع فيك محمد انت شنو غادي محمد حتى انت محمد غادي مش هنا سنكر وافتح سنكرته بس افتحها جيب هات لا هالبعد اعطي الفخر اعطيه سدينا سدينا طبك تطلع في التسجيل حافظ حتى طلبته ان شاء الله انت سدينا اعطي رجعة صحتي بارك الله فيك اسمعوني انت محتاج 1 ملي مور بير كي جي بير دي محتاج من البوتاسيوم 1 ملي مور بير كي جي بير دي محتاج من الكلور 1 ملي مور بير كي جي سهلة فانت بالملي مول محتاج هيك في اليوم لا المغنيسيوم محتاج منها 0.1 ملي مول بير كي جي بير دي ومحتاج من الكالسيوم 0.1 ملي مول بير كي جي اما من الفوسفيت محتاج 0.2 ملي مول بير كي جي بير دي هذه احتياجاتنا سهلات نقول لكم حاجه اللي شحنه واحده موجبه او سالبه واحد اللي شحنتين 0.1 فوسفيت ملخبط بي او ا 0.2 سهله دي سهله انت محتاج باهي والله محتاجين تكملوا تستريحوا الحق هيكي من الاخير ان شاء الله جايه باذن الله تخرجوا من هنا تقعدوا تخمموا كيف نقروا كيف نخدموا شو بنحضر تقعد هذا وين تبني اول ما تكمل هذا وين تبدا بس في فرق بدايه هذيك عباره عن بدايه باختيار المزاج ولد وين وقفت خلاص تاخذ بكلام رئيسك الاول بكل تنسى احقادك ايوه نعم صح احتياجك من الميه قديش جاي بروتين اللحم والبروتينات محتاج انت 1 جرام بس
مش من الليمون عاد. محتاج 1 جرام بير كي جي بير دي مش ولا با. الكربوهيدرات محتاج الضعف 2 جرام بير كي جي بير دي. نعم محتاج ضعف من الكربوهيدرات. انت كم محتاج انرجي؟ محتاج في اليوم ال 30 كيلو كالوري بير كي جي بير دي. كم محتاج مية في اليوم؟ محتاج 35 سي سي بير كي جي بير دي. هل احتياجات هما مش نحفظها لكم؟ شفت الالوان محلاها؟ اول ثلاثة كلهم واحد، اللي بعدهم كلهم بوينت، بوينت 1 وبوينت 2. البروتينات خذها، انت محتاج جرام واحد والكربوهيدرات ضعفه زوز. الانرجي محتاج 30 والوتر كم؟ 35. ففي تناسق في الالوان وفي تناسق في ايش؟ في الارقام وفي الوحدات القياسيه. بهذا حيجيكم اسئله في الامتحان. كيف بتجي؟ اسمعوا، لا 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 هدو. كان قال لك ديلي ريكوايرمنت اوف صوديوم، هيك قال لك ديلي بس، يبقى حسبها على 70 كيلو، لان الفسيولوجي بنحسب كلها على 70 كيلو، طول 170 زي باهيو انا متر 71 باهي. نحكي لك من جديد، ها زيد 20 بس اسموني. محتاج يوميا، محتاج يوميا، لو قالك في احتياج بس ما قالك شكها، ما احكونا نجيب لك مسألة يقولك والله فلان عمره مش قصدي وزنه 80 90 30 اللي هو، وخش عمليات وانت تحسبه في الديلي ريكويرمنت، حيكون الديلي ريكويرمنت في الوتر بتاعك هو كذا. فلو اعطاك وزن احسب عليه، لكن لو ما اعطاكش وزن احسب على 70. وهذه سهلة، 70 مليمول هنا محتاج البوينت 7، وهنا محتاج كذا، وهنا تبع محتاج انت مثلا 70 جرام من اللحم، ومحتاج الى 140، محتاج الى 210، 2001، 2100 قصدي، وهنا محتاج الى اعرفكم الرياضيات يعني 35 21 2450 في هذه، يعني زوز لتر ونص بالاخير، زوز لتر 450 ملي. طبعا لله الحمد ان رب العباد مكفل بالقصه هذه، احنا ما ندور على شيء. انت قول يوم يجيك في سلطه، يوم يجيك في مكرونه، يوم يجيك في بيتزا، يوم يجيك في فاهيتا، يوم يجيك في ضميطه، ولا تحسب في كالوري ولا تحسب صح. في ناس مش تقول تعبانين شوي مساكين، عندي تلت موزه ونص زيتونه وعندي ايه قشره فوله وهيك، ما مش خاطر نجيب بس جي هذه مش هذيك طبعا ما شاء الله. ايه محتاج بس شنو مسح اللي عندك؟ ايه محتاج بس شنو؟ ما بيمشوا الطبيب باغديه ولا انت محتاج قديش كالوري في اليوم؟ لازم تحرق بس شنو قديش في اليوم؟ مش تعب الواحد ناقص، مش ديات الواحد ناقص، بحرق كثير والله ما بعد مسكينات والله ما بعد. اسمعوا من جديد، يا تغير عجبكم قاعد نقول ان اسبوع جاي حد يتكلم، في حد يتكلم؟ لا 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 اهدوا اهدوا اهدوا، نعاود من جديد، في حد يتكلم؟ اهما البوينتات واهما الثلاثينات. باهي راح نقول لك حاجه، سؤال امتحان حتلقوه هبل هبل بلاش هو كله. باهي خلينا نحسبه حسبه ثانيه معلش، قديش كميه الميه اللي في جسمك؟ هل تعلم اللي وزنه 70 وقل ذلك؟ في وزنه 70 بالضبط، عارف قديش عنده ميه في جسمه؟ لو جبت واحد هيك وزنه 70 وعصرته هيك، عصرته طلعت الميه كلها اللي في دمه اللي في بطنه اللي في دماغه كل شيء، حيطلع فيه 42 لتر. لتر ايش معنى 42 لتر؟ قال له انت 20، قال له انت 20 ومعك نص لترات، من هذا شنو؟ الوزن كم هذا؟ 70. حتعرف كيف متوزعات وليش انت يوميا تحتاج في زوز لتر ونص الى 3 لتر في اليوم، انت تفقد في يوميا في زوز لتر و600، تعرفوا كلام هو. فهذه حسبه حفظ ما فيهاش كيف، حفظ هذه. فهذا قدرنا نحفظهما 1.1.2 1.2 جرامات، هذا 30 35. تعال اعطيك المعلومه الثانيه، هي صار جدا ما جاش كميه خير ولا عندك خير هيك تحس فيجوال ينخفض اكثر ولا خلوها بعدين ندير بالمسطره. اسمعوني، نبي حسبه الميه، هي تفضلوا معي. الميه في واحد زيكم هيك شباب وجو مليح تمثل 60% من جسمه، رغم ان الفيميل اقل شوي 40% على خاطر اكثر فات، اكثر فات معناتها اقل ميه. ما هي حنصبح 60% كلنا هيك سواسيه، لو جاش شيباني حتكون اقل لانه جف، لو جاي ممكن حتى 90% من جسم الميه. خلينا نحسب على الافرج، احنا ديما الافرج معناتها الوزن 70 الطول 170 وشاب. باهي هذا 60% من جسمك ميه، 60% 60% بتاعت ال 70 تطلع 4200. 6 في 7 قداش؟ ما شاء الله 6 في 7 42 ولا؟ هذه 4200 نحكي عليها 42 لتر. لذلك تفضلوا معي خلينا نحسبوا قديش الواحد يفقد يوميا
هو ما يندريش. هل سامعين بحاجة اسمها سنسبل لص؟ وهل سامعين بالانسنسبل لص؟ قديش السنسبل لص؟ يا هلا الله يا اللي هنا. قديش؟ 10. برافو عليك، راكم صدقوا. قديش السنسبل لص؟ 15. ايوه، السنسبل لص مقصود بيه ال مش معنى سنسبل هنا مش احساس، الملموس المحسوس، يعني اللي ينشاف. اللي ينشاف انت اكتر شيء تشوفه انه يلوح في المية هو اليورين، ولا فسموه حاجة مرئية، يعني تنشاف انه فعلا لوحت المية انت. فزي ما قالك هو 10، يعني 1500 ملي يتلوحوا بهي، معناتها هذا يسمون فيه سنسبل لص. سنسبل معناتها هذه حاجة فعلا مرئية، يعني انت فعلا تلوح في مية باهي، هذا يسمون فيه سنسبل ووتر لص 1500. اما الانسنسبل يقدر ب 1100، غير محسوس غير ممسوس غير مرئي. كيف؟ ما هو بس واحدة واحدة هاي ل 1500. هذه 1100 ده مستشفى ولا 1200 لك؟ انت ايش معنى سقعته بعد الايف فلود؟ ها؟ ل 1100 منهم 100 ماشيات في ستول، لان ستول تقريبا 99% يمتص ميته في الكولون، ولا؟ فكميه الووتر شويه. منهم 400 لوحات في الريسبيريشن، يعني انت لو جيت وحطيت زفير على قزازة حيطلع لك شوية ضباب، هذيك مية انت تفقد فيها. انت عندك 18 التنفس في الدقيقة، وتلوح في الهواء ما تندريش شوك في الهواء. يا ربي المية ملوحة في الهواء يا ربي. هذه كم في المية؟ كم ملي؟ 400 باه. وفي عندك يا سيدي الاخيرة 600 في العرق ما تندريش عليه. عارف ان الحكاية هاي تختلف من شخص لشخص، اولا من طقس لطقس، ثانيا ومن يوم ليوم، ثالثا يعني. لكن هذا الافرج 600 و400 و100، هذا ما تنسقروا فيهم. السنسبل لص كميتها قداش؟ وهذا اسمعوا، واحد صار له اسهال المية معش اللي بدات لي يطلعوا في المحاضرة، معش ولا 100 هذه، ما هي هو معش ولا 100. والأربعمية هذه واحد تكبنك وعنده تشست انفكشن، واحد أصبح يتنفس بسرعة، واحد يطلع أكتر، واحد عرق وجه اسمه تاعت صيف وقصة ونو حيعرق أكتر. لذلك الانسنسب نص متغير، لكن يعني الأفرج متاعه 1100 فوق بالنسبة للسنسب. السنسب فانتوش معناته السنسب تولى، يعني حاجة يعني تحسها يعني معروفة 1500. لو خلينا نحسبكم حسبة الأخيرة في الأيفي فلويد، جهة نظلمة جهتكم اللي بتاعت الأيفي فلويد، حسبكم مش متمكنين منها كويس انتم. خلينا نشوف المدى ال شنو اسمه ال قديش اصلا عندك كميه ميه في جسمك. انت عندك في جسمك 60% من البادي ويت، ولا حيكون ووتر. لو ان هكي معناتها اللي وزنه 70 عندك كم لتر؟ 42 لتر باهي. 42 لتر هذه اللي موجودات 42 لتر هما، كيف نوزعهم؟ هاي حنوزعهم بين انترا سيلولر فلويد، مش انتاني اكسترا سيلولر فلويد. طبعا لازم تعرفوا من توره. هل لو قلت له وين المية الموجودة في جسمك؟ حيقول لي في الدم، يعني الدم هذا معبي مية. بنقول له الدم أقل حاجة ربع التلت. كيف ربع التلت؟ أصلا شباب وشابات بهي لاحظوا معي شوية، الانترا سيلولر فلويد يحتوي تلتين، يعني أكتر الدم تلتين. 42 كم يطلعوا؟
هذه صعبة أعرفها والله، مستحيلة مش صعبة. ها نساعدوك ولا تبي أبطش نص نفرق فيك وتريح بالله عليك؟ كم يطلع؟ 28 28 منسك هو 42 تلتينها 98. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مش تعرفوا مش تعرفوها مباركة يا جماعة. هذه 2 تلتينها كم يطلعوا؟ 28. وهذه تلتها حيطلع لك 14 ولا تأكدوا لي بإذن الله عليكم مظبوطها. ايه 2 42 4. باي خلاص هاي باي اسمعوني هيكي عرفتوا تلتين وتلت باهي. اذا تلتين وتلت تصف الجسم كيف موزع المي متاعه باهي. ممتاز باي. لو جينا الاكسترا سيلولار ايش ما تكسترا سيلولار انترستيشن شنو يا انترفاسكولار ولا هاي هنقول لك هو الاكسترا سيلولار حيتقسم بين انترستيشن ويتقسم بين انترفاسكولار. جميل انترستيشن انترفاسكولار لازم تعرف كويس ان الانترستيشن هو اكثر لنا 3/4 ل 14 والانترفاسكولار ربع ل 14. كم ربع ل 14 يطلع تقريبا تقول 4/10 ولا حسبولي في السنة مش فاضي تبقى لاك زهوة 11 باهي تقريبا 11 و3 باهي خلاص هي في تقريبا جت 11 و3. لذلك نوصل معلومة باهي يبقى هيك اكم فهمتوا اكم فهمتوا كمية المية اللي موجودة داخل الفيزل اللي تدور في الدم تمثل 3 لترات وتمثل ربع التلت انت على الفلويد اللي موجود عندك صار الفلويد اللي موجود عندك تلتين اول موجود انترستيشن تلت اول موجود اكسترا التلت الاكسترا هذا ربع وين في الفيزل وثلاث ارباع وين انترستيشن. هيك شباب وشابات اكم عرفتوا كيف توزع الدم وكيف قصه ريكويرمنت والسنسبل والسنسبل والجو هذا كله باهي. هيك وصلنا لمرحله اللي احنا عرفنا قيم لازم تحفظها دي ما فيهاش كيف 60% من جسمك وكيف موزعات هذه حاجات لازم كل حد فيكم شويه بس يكون قالك باهي شويه بس خلنا زينها لكم بس أعطيكم شو يقسموا في الاي في فلويد كريستالويد كولويد وش معنى وقديش نسبة يقولك نورمال سلاين 0.9% دكستروز سلاين نص دكستروز نص سلاين خمس سلاين ها حفظنا اللي فاتوا من جديد صوديوم بوتاسيوم كلور كم مغنيسيوم كالسيوم 0.1 فوسفيت 0.2 بروتين 1 لكن كربوهيدرات 2 انرجي 30 لكن الواحد كم ووتر 35 اسمع تعال احسبوها الريكويرمنت بتاعك لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا لانك انت حاضر اسمع تفقد في 2600 يوميا في الجو العادي تفقد في 2600 لذلك انت محتاج من زوز ونص الى 3 لتر في اليوم تشربهم صح ما تفكرش في روحك تشربهم مرات لكن موجود في العصير في الحليب في الماكله في كذا تلقى روحك انت واخذ فلويد ما تندريش عليه لكن لازم تشرب 3 لتر في اليوم لانك انت اوريدي فاقد زوز لتر و600 ابتات سنسبل وانسنسبل لوس لا احسبها معي ترى عارف حسبه صغيره بايخه على البعض تحسب معي اللي قلناها لو تطرى تحسب معي 35 مل هذه لو حسبت معي ال 35 الاخيره هي 35 اضرب 35 في 70 ما انت بتحسب على واحد وزن 70 ولا كم يطلع 2450 اللي انت محتاجهم 2450 يعني 2500 فهذا الافرج بتاعك 35 مل بير كي جي بير دي هذا اللي محتاجه منه من الووتر فاسمعوا اسمعوا كيف نحسب الوزن باهي طريقتين عيت ولا شنو؟ ها؟
لا 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 مرحب مرحب مرحبا السنة جاي استغفر الله قريبة لو جماعة طلع البدر علينا طول استغفر الله العظيم السنة جاي هتلقى ايه نعم وفي دكستروز وفي دكستروز صلاين وفي هارتمان سوليوشن وفي رينج لاكتيت برافو عليك خمسة يعني كيف نتكلم عليهم تو هم خمسة انواع من الكوليسترول تحفظهم زي اسمك كيف نحفظهم ملح بس نورمال صلاين سكر بس دكستروز ملح وسكر دكستروز صلاين احلى واحد الرينجر اللي يشبه البلازما بالضبط ثم ما تنساش الهارتمن اخذتنا وياكم هارتمن بروسيجر كولوستومي وجو هواء اخذت معاكم هارتمن باوش في الجول بلادر وتو نقول لكم في هارتمن سوليوشن اسمعوا لما نقول لك شن تركيبه الايفي فلويد حكايه كبرت هيك يعني انت اخرك كومبليكيشن واحد تحفظهم من جونا حساب بكل احنا فتوا خلنا نعطيكم حاجه سهله كيف تحفظ الاي في فلويد باهي الاي في فلويد سهلات راه بقنينات وحلوات هاي في ساعه الاي راجل ما قلت لكمش انا كيف تحسب المينتنس فلويد العادي كريستالويد في جسم بالوزن اللي هي شنو ترى اول عشرة شنو تضربهم في كم في مية العشرة اللي بعدهم خمسين فوق العشرين شو تضربه في عشرين شنقال بتاع الصغار نفسه بتاع الكبار ما هو نفسه غير يزن شوية ولا يزن هلبة تعال نحسن مع بعض ناي الو انا شو قلت لك الدائره كم ظروف لكم 3 لتر الشخص الطبيعي يحتاج 2500 3000 لتر ملي في اليوم لتر ولا خزان اسمعوني تعالوا معي هي في المية شنو هذه 100 شنو 100 مل شنو بير كيجي بير شنو بير دي او تضرب في 4 مل بير كي جي بير اور لحكاية اي سي يو تبي تحسبها بالملي بالساعة يعني ضرب 2 ضرب 1 اللي مش فاهم يسمعني حبايبي شوفوا اللي وزنه 70 تضرب 10 اللي وزنه 70 كيلو باهي 10 كم هذي في المية كم خديت هو 1000 ملي لترة باهي والعشرة التانية تضربها في شنو؟ 50 كم خدين؟ 500 ملي يعني تو 1500 ولا؟ كم زادت؟ 50 50 في العشرين 1000 يحسبوا فيها كم يطلع كلها؟ 2500 إذا 2500 هذا كيف حسبناها تفكرتوا؟ أنت اللي مش فاهمني يسمعني 70 كيلو اللي عندك حول أول عشرة اضربهم في 100 ثاني 10 اضربهم في 50 كم قعد؟ انت لو 21 من 70 بعدين 30 40 50 60 70 خمسة صوابع بس شنو وصلنا 50 يعني 50 في 5 في 20 قداش ناخذ صفرين نلوحهم الصفر هذا نحوله والصفر هذا نحوله نحطهم هنا نضرب 2 في 5 5 في 2 قداش شو معنى 5 في 2 5 تكررت مرتين حط 5 في راسي ونحسب 6 7 8 9 10 حساب لا صبر جينا الريحة مش كويسة الريحة بقى خلاص تو هتبقوا جاي حسبتوا الديلي ريكويرمنت لو نحسبوا باش تخدمنا بعدين شوية لو واحد محروق مش محروق من لقطة لا واحد بيرن كيف تحسب الريكويرمنت كريستالويد هذا كله كريستالويد راح كلويد لا يوك كيف تحسب كريستالويد واحد محروق في بيركلين فورمولا تفرهاش ما لا سمعوني فرحان غير بداياتك تكلموا كلهم توم في هذه ذو كلهم
نفس الحسبة بالضبط. هذه حصلنا فيها بالساعة سمعتها أول عشرة تضربها في أربعة، أول عشرة تضربها في أربعة كم قال له؟ 400 تضربها في ما الساعة 24 ساعة في اليوم. قصة بس واحد يضرب 24 يا قصة. قديش مع 40 في 24 بيطلع 840 ولا 24 في 40 قديش؟ 840 في 8 16 لا 1640 نعم ايه هذا بيردي هذا في اليوم ايه يعطوا فيه غالبا على 3 او 4 مرات 4 3 2 1. أنا تهمني فعلا لو واحد محروق في أول يوم قديش نعطيه فلويد يبي هلبة مع شك يبي تو. هذا المينتنس العادي لشخص عادي، هذا المينتنس العادي لشخص عادي وزنه 70. أكب عرفتوا كيف نحسب المينتنس؟ أول 10 كيلو من جسمه نضربهم في 100، ثاني 10 نضربهم في 50، ما تبقى من العشرات شنو نضربه في 20. لو كان محروق حسب بيركلانس فورمولا بهي شن قال في الفورمولا بتاعها اهو احسبه معي شوي معلش. هذا واحد محروق قالوا بوها ويصرف فيها هذه. لو محروق يا شباب ويا شابات حسبه كالاتي تفضلوا معي لا وقفوا. يحتاج 4 سي سي او 4 ملي كريستالويد، طبعا كريستا تضربهم في البرسنتج قديش محروق. نسبة الحروق 20%، نسبة الحروق 30%، مضروبة في البادي ويت في وزنه. اختلفت هنا قبل انت يعني بين قوسين لو وزنه 70 مثلا 4 ضارب 70 هلب عليكم حسبتها تعرف اسمها جاي في البرسنتج مثلا محروق 20% باهي نسبة الحروق تضربها في 70 يح بسرعة شوي يطلع لك 4200 مهما شفتوا قديش تحتاج اليوم 4 لتر وشوية. الحسبة ليش؟ ما هو هنا كتابوليزم صار وحروق وديهيدريتد البيشنت قديش يطلع؟ ما حسبتش انا فيه صحيح 5600 احسبوا لي زين كم؟ 5600 اسمعوا شوفوا هذه شفتوا الاحتياج كيف اختلف؟ انت كنت تفهم فيه بكري الشخص العادي اللي وزنه 70 يحتاج وزن نص كم؟ لو محروق يختلف. لو محروق اليوم لازم نعطيه قريب 6 لتر اليوم. هذا امتى يوم اول يوم انحرق فيه؟ في الفيرست 24 اور. كيف يقسموا فيها مهما؟ يقولك نصهم احسب نص اللي عندها في سبيس نصهما النص 2800 النص متاعها 2800 ياخده في الفيرست 8 اور اول 8 ساعات. يعني في اول 8 ساعات لازم تعطيه المريض محروق هو في اول 8 ساعات لازم تعطيه نص اللي بيه. النص الثاني بكل سهولة النص الثاني يحتاج في 16 ساعة ما تبقى من اليوم ما هو مازال 8 ساعات مازال ولا فيقول ممكن نقسمها ربعها في 8 ساعات وربع في 8 ساعات. انت كيف ما تبي تحسبها في اللي يقول لك هيك نص الكمية ياخذها في اول 8 ساعات والنص الثاني في باقي 16 ساعة او تحسبها نص وربع في 8 ساعات. انت كيف ما تبي تحسبها في اللي يقول لك هيك نص الكمية ياخذها في اول 8 ساعات والنص الثاني في باقي 16 ساعة او تحسبها نص وربع ضرب البرسنتج بتاع الحروق ضرب البادي ويت ما تحسبهاش هلبة نص كمية أمس اللي هو 2000 كم 800 يبقى هيك شن دار اسمعوا هيك شن درنا اللي يحتاجها باهي الكمية المحتاجة باهي الكمية اللي طلعت لك في الحسبة باهي خلينا نحسبها لكم بطريقة أحلى هي
الكمية المحتاجة، الكمية المحتاجة ياخذ نصها في أول 8 شنو ساعات، وياخذ نصها في 16 ساعة، وياخذ نصها تاني يوم. وينصح بالكمون في والله نص الكمية كمون أسود، لأن فيه يخلي الماكلة أبصر شن هي. هيك حسيت روحي اليوم الكمية المحتاجة نصها في 8 ساعات، نصها في باقي اليوم، ونصها في تاني يوم. نصها ليش؟ ما هو تاني يوم بعد الأربعة سي سي كم يحتاج؟ 2 سي سي. ويفضل في تاني يوم بالذات تخلي نص ربع الكمية كلويد، وثلاث أرباع كريستالويد حسب زوجك شنو يبي بالضبط وشنو هو إيش شنو يبي. والله ربعها كلويد وثلاث أرباعها كريستالويد. خلينا نحسب حسابتنا والله بايخ في حفظ هلبا. اللي منهم واحد من ليمون من هما يحتاجهم في اليوم، صوديوم والبوتاسيوم والكلور. اللي بوين 2 كالسيوم ومغنيسيوم، واللي بوين 2 وبوينت 1 قصدي، اللي بوين 2 منه فوسفيت. اللي محتاج منه 1 جرام بروتين، 2 جرام 30 انرجي، و35 ووتر. خلينا نفس الحسبه، ال 35 طلعت نفسها انك تاخذ الوزن 10 الاولى تضربها في 100، ال 10 الثانيه في 50، وباقي في 20. وطلعت بعدين كان محروق اختلفت البركلين فورمولا، يقول لك تعطي 4 سي سي في البرسنتج بتاع البيرن في البادي ويت بالكيلوغرام طبعا. باهي اللي يطلع لك شو تاخذ؟ نصها في 8 ساعات، نصها في باقي اليوم، ونصها في اليوم الثاني. وبعد اليوم الثاني تو تحسن والبي بي بتاعه مليح، ابدا في المينتنس. المينتنس كيف نحسبوه؟ 10% وال10 في 50 والباقي ان شاء الله عليكم. ها ها بلا ترانسفيوجن بح اسمه نجاد. اذا كان المريض محتاج فلويد اعطيناه فلويد، اما كان محتاج بلود حسبه سهله. انت البلود المفقود زيه الفلويد المفقود بثلاثة، يعني اللي فاقد لترة تبقى ثلاثة فلويد، لكن هذيك حسبتها سهلة لترة بلترة. وانتم عارفين ان الشكارة واحدة ترفع السي بي سي 1 جرام، فتقدر تحسبها سهلة هذيك البلط. لذلك الشباب والشابات هي بايخة نعرف، لكن لا مفر. اللي يبي يستريح في امتحانه بيبر 2 لما يجوا سبعة امسكيوات ورا بعضهم كلهم فلويد الكترايت يلقى روحهم متحسن شوية. لا دكتور، لو كان غير مشكل لو كان غير مشكل، باهي اي حد شكد ما تحسبهاش معاه. يعطيه ما يريد، لا ما تحسبهاش لا بالملي ولا بالنقطه. فلويد على قوته، بلد على قوته، وقلناها ما نحسبوش لحد ما يرجع ريسوسيتيتد بعد 16 يتفضل معنا. احلى كلمه شنو هي ترى في الامتحان؟ اما احسن دكتور فلويد كريستالويد ولا كلويد؟ نظام زي ما قلت لك العين، انت اما احلى بابا ولا ماما؟ صوت كويسين. احسن كلمه تنقال دير سهرة دير از نو بيست فلويد ايفر. ما هي؟ لا شوية. نعم. ايه. خليكم مع صغاويركم. ايوه. لا والله اسمه جاي. ابي حاجه حتى في البلد يقول لك، حتى شوكت بيش انت تعطيه في البلد ما فيش حسبه. تو البلد نعرفوا شنو حسبته، 40 دروب بير من 40 دروب بير 40 دروب بير اور، المفروض ان في المينت قصدي، المفروض في الدقيقه ياخذ 40 قطره من الدم باش ما يصير لها شيء اوفرلود. والقصه الحزينه هذه، الحسبه هذه مش بتاع واحد شوكت، تا واحد ناقص دم معطيه دم. شو معنى 40 دروب بير مينت؟ تقريبا يعني نص الثاني، يعني كل ثانيتين انت حافظ في دماغك يعني الثانيه بتاعت الساعه حافظها طق طق طق. لو لقيت القطرات الدم ينزلوا زي الثواني بالضبط، يبقى انت حتمشي فيه 60 في الدقيقه ولا، فتقللها شويه.
هذيك الحسبة نحكي عليها أن تعطي 40 أو تعطي فلود مش في واحد شكل الشكل شنو يقول الدماغ ما تحسبش أفتح على قوتها لأنك أنت واحد في شيء بلس ما في شيء تعطي لحد ما يرجع الفيتال ساينس يرجع بي بي واللي ريكوردبل بعدها نقدر نحسبها. وأحلى حاجة عندي الانبوت والأوتبوت يعني ديما عندي اليورين اوتبوت قداش نحسبه. حنا في الاي سي لما تشتغلوا في اي سي يو سواء كان في الكارديك سيرجي ولا في مش عارف وين تلقى تشارت عندك علم حتى مثلا اعطيت الصوديوم باي كارب اعطيت اي في فلويد كله مكتوب باش تعرف الانبوت والاوتبوت باش تعرف ما تحسش الشكي. الحكايه مازال اكبر بس خلينا في البدايات هما قلتوا لي قداش محتاجين ميه 35 ملي بركي جي ولا وقلتوا لي ان احنا نحتوي الوزن متاعنا 60% من المية ولا منها تلتينها 40% ولا وتلتها كم 20 ما اخذناها شكل احنا في المية ايه حاضر 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 انا قاعد ما كملش على النقطة صارحوني غير خش علي. احسن كلمة تنقال ما فيش بيست فلويد ايفر ما فيش. لذلك شو بنديروا بناخذوا اكثر شيء يقولوا فيه الدكاتره ويحبوا الدكاتره اكثر شيء يحبوا الدكاتره افهم هذه يعطي ثلاثه كريستالويدات باش ينعلش التشو لان التشو جاف فالكريستالويد ما يقعدش في سيركوليشن فحيخش التشو وبعدين اخلعب وحده كلويد فيجبد الميه من التشو للبلد من داخل. فلذلك حسبتها مصحي الكلويد الكلويد غلط بروحها والكريستالويد بس حتى هو مشكله بيدير ايديما وبينفخ البيشنت لكن مع ذلك ما عمرك تجاوب لممتحن الكريستالويد خير كلويد خير ما عمرك تجاوبها احسن واحد الرينجر احسن واحد النورمال. يا جماعه الخير لا غنى عن النورمال سراين نورمال سراين طبعا هو مش متوفر لحد الان في الطبي مش موجود عادي مش موجود السراين متوفر بشكل مش حتتخيله لان شنو هو عباره عن شوفها مصنع تعال شوفها ما فيش ملح في الحياه في ملح موجود خذ لك 100 ملي ميه 100 ملي وحط فيها لحظه شويه حط فيها 154 جرام حط فيها 0.9 جرام او حط فيها 9 جرام سوري خذ 9 جرامات من الملح ودوبهم في ال 100 ملي طلعت نورمال سلاين هذه نورمال سلاين 100 ملي 100 ملي ميه محطوط فيها 9 جرامات ملح ودوبتهم بس دوبهم لي في حاجه استيرايل بس يولي عندك نورمال سلاين. لذلك هذا حتى الطبي من يوم صارت الدنيا يعني داروا له مصنع خاص به مصنع للسلاين فيطلع فيه وصنع في الطبي لكن قديش لي خارب ناس فيها شنو حدها ميه وملح بس معقمات بس. لذلك لا غنى عن نورمال سلاين وجماعه هما لانك انت تتكلم على واحد ميت وتبي تنقذ حياته ما دمي رنجر حق رنجر غالي ما دمي رنجر لكتيت رنجر تقريبا يشبه البلازما بالملي باهي من ناحيه الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم كل شيء وسطه والبروت كل شيء وسطه الرينجر ماذا بينا لكن تلقاه بالله ولا شو اسمه الهارتمان ماذا بينا لكن زي ما قلت لك ما عمرك جاوبه جاوب هذا احسن ولا هذا احسن. ديما قول دكتور في فكره ان الكريستالويد ما يقعدش في السيركيليشن نعطي كلويد باش يزيد انتر كومبارتمنت باش يحسن السيركيليشن. هيك شباب وشابات توا خطرها في سؤال ثاني كان ممكن تسأل توا في تركيبة الكريستالويد والكولويد بهي أنا نقول لك حاجة سهلة وقنينة حسبتها موجودة هنا حاجة سهلة وقنينة حسبتها بهي أهمة الكريستالويد بكي سميناها أهمة كريستالويد بهي نورمال سلاين تعرفوه ولا اسمه 0.9% ما معناها بعد كل ملة كل مية فيها 9 جرامات به أو دكستروز في منها 5% او 10-20 او 50 الدكستروز 50% يستخدم اكثر شيء في الشوك بيشنت اللي تجي هايبوغليسيميا زي ما يصير اكثر شيء في الانسولينوم وغيرها واحد عنده السكر واخذ جرعه زياده من الانسولين تعطيه السكر هو دكستروز كم 50 ومش محبوب هلبع على فكره يدير في السيربر ايديما وا 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 دكستروز 500 هذا الموجود في المستشفيات ويتاخذ لاي حد اما 10-20 غالبا موجود في اكثر شيء في التي بي تي بي تي بي ان يعني توتال بنتر نيوتريشن نسبه التركيز هو. لكن نقول لك حاجه لو كتبت دكستروز في المستشفى عادي حتكتب دكستروز 5% مش حتكتب الثانيات دكستروز سلاين معناته في دكستروز 5% زائد سلاين 0.45% شو المقصود بهذه؟ نص كم؟ نص الفوقيه فاسمها هاف سلاين هذا هاف سلاين نص يعني الهارتمان سوليوشن مش عادي الرينجر رهيب هذا ما كلهم شو اسمهم؟ كريستالويد. اما الكولويد
ففي حاس مادك تران جلفيوزين ألبومين وغيره وهيتا مش اسمع هذا. الجلفيوزين محبوب جدا، ألبومين برضو ميزتهم زي البلازما طبعا، هذا مع الكريستالويد أيزوتونيك. ما معنى أيزوتونيك؟ نفس الأزمنالات انت عمينه للبلازما، أما هادو هايبرتونيك، وبالتالي هادو بروح مش كويسات. أهو النسبة اللي نقول عليها بكرة هي، شوف معاي النورمال صلاين كم تركيزها؟ 0.9. لا لحظة شوي لحظة شوي لحظة شوي خلص نحو حاجة. هاي باهي هاي نعود من جديد. نورمال صلاين 0.9% صوديوم كلورايد، شو معناتها؟ كل ملي في 0.9 او كل مل 100. احلى حاجه هي كل 100 ملي وصلت بشنو؟ 9 جرامات من الصوديوم كلورايد. وهذا كيف مقسمات؟ 154 صوديوم و 154 شنو؟ كلورايد. او ايزوتونيك زي ما قلت لك، دكستروز صلاين هاف صلاين بوينت كم؟ 0.45. دكستروز 5% وفي 10 ل 20 وفي 50%. هيك شباب وشابات عرفتوا فكره حلوه على الفلود، لو ناقشوكم على النورمال صلاين، على الكريستالويد بصفه عامه، على الكولويدز تركيزاتهم شنو وصفهم. تهي وهيك تجاوزنا مرحلة جنينة. بارك الله فيك على اختيارك لايف فلود. حاجة تانية ما يطلبها المشاهدون. معنا اتصال ونقول مرحبا، أنا وسهلا.